يعني كده خلاص اخوك استلم الفلوس. انا كمان خليت المساعد بتاعي يصور اخوك وهو بياخد الفلوس. كملها على خير يا رب. اشكاره. اظن احنا كده على اتفاقنا. اتفاقي لا مؤاخذه. ده هتستعبط يالا. ما اللي طلبته عملتهولك. اديك قلت بنفسك. اللي طلبته انا انت عملتهولي. انا بقى محدش يقدر يجبرني اعمل اللي انت عايزه. معلش بقى عشان عندي ميعاد تحقيق مهم لازم الحقه. حاسب دورك كده. فين المحامي اللي هيدافع عنك يا خالد؟ انا هدافع عن نفسي يا باشا. طيب قبل ما تدافع عن نفسك، هاني ورامز كانوا ليه موجودين جنبك ساعة القبض عليك؟ وتنطق يا ابني. كانوا جايين ياخدوا منك مخدرات ولا فعلا كانوا تايهين وبيسألوك على العنوان؟ انت عايز الصراحة يا باشا؟ ولا انا عايزك تكذب يعني. وخلي بالك المخدرات اللي انت اتمسكت بيها مظبوطة في المحضر، يعني مفيش مجال انك تقول مش بتاعتي. فخلص بقى واتكلم. الصراحة يا باشا العيال دي ملهاش أي ذنب. يعني ما كانوش جايين ياخدوا مخدرات؟ لا يا باشا. كانوا بيسألوني على مكان. وبصراحة هما يعني لسه عيال صغيرة. مستقبلهم هيضيع. أظن كده الولاد يقدروا يروحوا يا باشا. أخلي سبيلهم لحد ما التحريات تقول كلمتها في العلاقة اللي بينهم وبين الواد ده. مش هتوصل لحاجة سعادتك. علشان مفيش بينهم وبينه أي علاقة. هيبان. الحمد لله يا رامز. انت ما تتصورش انا مرتاحه ومبسوطه قد ايه انك رجعت. انت كويس يا رامز؟ انا كويس يا ليلى. ده انت مش كويس. عملنا فيك ايه انا وامك عشان تعمل فينا كده؟ عمرنا ما اتاخرنا عليك في حاجه. كنا بنحتويك وبنرعاك. عمرنا ما شدينا عليك في التربيه. اديني سبب واحد تعمل عشانه كده. مش عارف يا بابا. مش عارف انا ازاي عملت كده. ما هي دي المصيبه. اللي ما يعرفش هو اتصرف غلط ليه؟ عمره ما يعرف يصلح الغلط ده. يا ابني انا نفسي اعرف سبب واحد يخليك تمشي في الطريق الزفت ده. ايه اللي يخليك تهرب بالمخدرات؟ في ايه؟ ايه اللي يخليك بتروح للسكه دي؟ يا ابني انا هتجنن. والله يا بابا مش عارف صدقني. بقالك قد ايه بتاخد الزفت ده؟ رد يا حبيبي على مكروت. بقالي فتره. فتره؟ ايه كل يوم يعني؟ لا مش كل يوم. امال كل قد ايه؟ كل اسبوع؟ يوم ويوم؟ بالراحه ليه يا حبيبي؟ يرتاح بس وهيحكي لك. مفيش بالراحه. مفيش بالراحه. انا لازم اعرف السم ده بيخش جسمه بقاله قد ايه؟ ولا انت فاكراها قصه من النيابه وخلاص؟ يعني ايه؟ انت مالك انت؟ انت بتكلمي ليه اصلا؟ يا بابا انا خشي اوضتك. رد عليا. يعني كل يومين ثلاثه كده؟ كتير يعني ولا قليل؟ وانا اعرف منين؟ وانا كنت دكتور ولا كنت انا باخد الذهباب ده؟ خلاص يا بابا انا هبطل خلاص مش هاخد الحاجات دي تاني. لا ما هو ده مش اوبشن اصلا. بس احنا لازم نعرف انت بقالك قد ايه بتاخد الزفت ده ومحتاج قد ايه عشان تتعالج وهنمشي معاك ازاي؟ محدش هيقدر يساعدنا في الحكايه دي غير ملك. انا اسف يا جماعه. حقوق عليا. مش عارف ايه اللي شدني للسكة دي. أنا مش متضايق على نفسي على قد ما أنا متضايق إني حطيتكوا في الموقف ده. أنا مش عايز منكوا غير إنكوا تسامحوني. أنا بجد آسف. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.